من أكبر حقول الغاز الطبيعي في العراق وله أهمية استراتيجية، إذ تقدر احتياطاته بثمانية تريليونات ومئتي مليار قدم مكعب قياسي مقمق. يقع الحقل البالغ مساحته 135 كيلومترا مربعا في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، وقد تم اكتشافه في عشرينيات القرن الماضي وتديره حكومة إقليم كردستان منذ 2003. تشرف على الحقل شركتا دانا غاز والهلال الإماراتيتان، وينتج أكثر من 450 مليون قدم مكعب من الغاز و22 ألف برميل من النفط يوميا. كما ينتج الحقل 4200 ميجا وات من الكهرباء، 2800 ميجا وات لكردستان والبقية لكركوك والموصل. تكمن أهمية حقل كورمور بخطة تشييد خط لنقل الغاز الطبيعي، ربطا طبعا بشبكة أنابيب تركية ممتدة إلى الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع إن تم فسيحمل مزايا اقتصادية وجيوسياسية. وبحسب تقارير لخبراء الطاقة، فإن حقل كورمور بوسعه توفير 58% من واردات العراق من الغاز الإيراني. وبالعودة للحدث الأمني، فقد قصف الحقل في السليمانية 8 مرات خلال 3 سنوات آخرها مساء الجمعة، وسط طرح تساؤلات كثيرة عن الجهات المنفذة، وخصوصا أن الهجوم الأخير أوقع خسائر في الأرواح وعرقل الإنتاج. الاستهدافات المتكررة للحقل الغازي تحمل رسائل معينة ومعقدة في الوقت نفسه، فأصابع الاتهام تشير إلى أطراف محلية وإقليمية وحتى دولية، وهي معطيات لصراع اقتصادي يحقق مكاسبه بالعنف عن بعد.